قال والثاني المشهور قلنا الذي يرويه ثلاثة فما فوق ما لم يصل إلى التواتر. العزيز قال وليس شرطا للصحيح، يعني بعض أهل العلم نقل أنه أقل شيء في قبول الحديث أن يكون عزيزا، يعني لا يرويه واحد وإنما أقل شيء يكون اثنان، في أقل طبقة اثنان، واحد لا هذا لا يصح، هذا شرط غريب حقيقة، ولذلك لا يعرف قائله، لا يعرف قائل هذا أنه يشترط في الحديث أن يكون أقل شيء أن يكون عزيزا، يعني يرويه اثنان فأكثر. وكثير من أهل العلم بعضهم يلقيه على فلان وبعضهم يلقيه على فلان، لا يعرف قائله، لكن ينسب إلى الحاكم أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ينسب إليه هذا القول أنه قال يشترط في الحديث أن يكون عزيزا، هذا غير صحيح. أشهر حديث يحفظه أتصور يعني ما نقال جميع المسلمين، جل المسلمين، ويردده الناس ليل نهار، إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث غريب لم يروه إلا واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروه عن عمر واحد، وروه عن علقمة واحد، وروه عن إبراهيم التيمي واحد، فهذا غريب، وهو أول حديث افتتح فيه البخاري كتابه، بل افتتح به كثير من أهل العلم كتبهم، يبدأون بهذا الحديث تبركا به وتذكيرا لأنفسهم بصدق النية مع الله تبارك وتعالى. فدعوى أنه يشترط في الحديث حتى يكون أن يكون عزيزا، هذا الشرط أبدا غير صحيح. نعم.